في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد توفير جميع الظروف الصحية الملائمة للبحيري، وكذا توفيق شرف الدين الذي فند تقريبا جملة دعاوى لجنة الدفاع، نريد أن نفهم منكم كمختص في القانون كيف توصفون أو بماذا توصفون ما تعرض له نور الدين البحيري؟ هل هو اختفاء قسري أم ماذا دكتور؟ نعم، أنا لا، ما سأقوله ليس رأيي الشخصي، بل أننا كنا لجنة من المحامين ومن رجال القانون، طلعنا على الوقائع كيفما جرت ابتداء من لحظة خروج السيد نور الدين البحيري وزوجته من منزلهما إلى يعني حتى الأمس. يعني كل هذه المعطيات تؤكد أن ما وقع هو عملية اختطاف قانونية، باعتبار أن الأشخاص الذين قاموا بمهاجمة السيارة اختطاف قانونية. ما معنى أستاذ؟ نعم، عملية اختطاف غير قانونية أم قانونية؟ لا، هو طبعا الاختطاف لا يمكن أن يكون قانوني. نعم، الاختطاف، كلمة الاختطاف لا يكون الاختطاف يعني خارج إطار القانون، هو عمل كما تقول السرقة مثلا، السرقة قانونية، الاختطاف لا يكون إلا غير قانوني. نعم، وهذا الاختطاف تبعه فيما بعد إخفاء قسري، يعني إخفاء قسري باعتبار أن هؤلاء الناس لم يقدموا أي وثيقة تثبت يعني يمكن شرعية ما يقومون به، ثم هم هربوا بسياراتهم من مع الأستاذ نور الدين البحيري، ثم أصبح الناس يجهلون أين ذهبوا به. وهذا وهذا يعني في هذه اللحظات، هذه كل الأفعال هذه تقول أن هناك اختطاف، يعني وهذا الاختطاف أوله تلاه إخفاء قسري واحتجاز قسري، وهما جريمتان مع منصوص عليهما سواء في القانون الداخلي وفي القانون الدولي. طبعا المبررات التي قالها المكلف بالداخلية هي مبررات يعني متاع ربع عذر نقبح من ذنب، لأن فعلا ما قاله يؤكد هذا الشيء، لأنه يعني ما أنكرش يعني العمليات هذه، ما قالش أن أعلمنا السيد نور الدين البحيري بأنه تحت قمة جبرية، ما ولكن البحيري مثلا امتنع فاضطررنا إلى أخذه بالقوة، هذا ما قالوش. ما قالش أننا أعلمنا زوجته وأهله وأقاربه بمكان إقامته، وبالتالي فأنه يؤكد أن هذا الموضوع هو اختطاف وإخفاء قسري، ما هيش إقامة جبرية. الإقامة الجبرية في القانون هي تحديد حرية التنقل، يعني أن الإقامة الجبرية كيف ما هي منصوص عليها في الأمر اللادستوري لعدد 50 لسنة 1978 على علاته وعلى أنه غير دستوري إلى غير ذلك، فأن حتى هذا الأمر يقول أن يعرف الإقامة الجبرية هو الحد من حرية التنقل. الشخص يبقى الشخص في منزله في منطقة ترابية ومعروف، لا يمكن احتجازه، وما لا يمكن احتجازه في مكان وغلق الباب عليه، وأهله وأقاربه وأصدقائه يعرفون أين يقيم، وهو يبقى في تواصل معهم. هذه الإقامة الجبرية، نحن لسنا بصدد إقامة جبرية بالتعريف القانوني البسيط. التعريف الدولي دكتور، اتفاقية دولية لحماية، اسمح لي، اتفاقية دولية لحماية متعلقة بالاختفاء القسري تقول لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، في حين وزير الداخلية تعلل بالأمر 50-78. نعم، أنت تحكي على الإخفاء القسري، وزير نعم. الداخلية قال هو في الإقامة الجبرية، هو ينكر الإخفاء القسري وأنكر ذلك، لكن نحكي لك ما قاله، هو فضيحة قانونية، حتى هو أن يقول أنه محامي لغير ذلك، لست أدري كيفاش ترسم في المحامات وكيفاش يعرف. يعني المحامي كلهم مجمعين على أن ما وقع الإقامة الجبرية عندها حدود وعندها اشتراطات وعندها آليات، ما وقع ليس هناك إقامة جبرية، هناك اختطاف وإخفاء قسري، وهنا نجي للاتفاقية الدولية اللي تعرف الإخفاء القسري تنطبق عليها. وحتى اللي قالوا يعني هو تو المشكلة هو أنه ما اعترفش الإخفاء قسري، لكنه في الواقع إخفاء قسري واحتجاز
وهذايا ما هوش إقامة جبرية. أنا نأكد على أن ما وقع لنور الدين البحيري ليس إقامة جبرية، بل هو اختطاف وإخفاء قسري. نعم. وما وفي الحالة هذه هناك جريمة معناتها كاملة الأركان، وهذه تأكدت فيما بعد بالملابسات نتاع نعم. القضية فيما بعد وقت اللي عرفنا أين وجد سي نور الدين البحيري وحتى اللي وصل للمستشفى إلى غير ذلك. نعم. سوف نأتي على ذلك دكتور، فقط نعم. توضيح هو زميلك نعم. السابق والآن هو محامي غير مباشر باعتباره يمارس وظيفة عمومية، ولكنه إلى ذلك هو رئيس سابق لهيئة حقوق الإنسان أين عينه قيس سعيد.